داري كتمنى لكم فرجة ممتعة. كسكسو داري نايخ تداري. الكيك الاقتصاديين او الكيك اللي ما كيطلبوش مكونات كثيره هما المميزين او هما اللي غادي تلقانا دائما كنديروهم وتنعاودوهم. كنقدروا اكيد نتفننوا في التحضير ديالهم، يا اما من ناحيه تغيير القالب المستعمل او من ناحيه تغيير المكونات اللي كنزينوا بها الكيك. غادي تشوفوا معايا انه الكيك الاقتصادي اللي اختاريت لكم في هذه الحلقه رائع، غادي يعجبكم واكيد غادي توليو دائما كديروه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا لتحضير هذا الكيك فهي بسيطة، كنظن أنها متوفرة في كل بيت. عندنا البيض، السكر، كاين عندنا الحليب، الزيت، حبيبات الشكلاط. هادو للتزيين كيمكن لينا نستعملو حبيبات الشكلاط أو نستعملو قطع ديال التمر أو نستعملو الزبيب أو أي نوع من أنواع المكسرات عندكم في البيت، ماشي مشكل. وكيمكن لكم حتى إلا ما كانوش أنكم ما تستعملوهمش بطبيعة الحال. غير هو الشكلاط الأسود كيعطي واحد المرورة لذيذة للكيك كتير شي. حنا غادي نزينوه بالمربى ديال البرتقال أو حتى ديال المشماش، حتى هو كيجي غزال معاه. بالنسبة للمقادير الأخرى شنو كاين؟ كاين عندنا الخميرة، سكر الفاني، الملحة، بالاضافه كيف ما قلت للبيض مع الدقيق. وغادي نبداو تقنيه ديال التحضير بسيطه. البيض مع السكر غادي نعملوهم في واحد الاناء، غادي نضربوهم مزيان باش نعطيوهم الهواء، باش نعطيوهم فقاعات اللي غادي يخليو داك الكيك يجينا هكذا طالع حتى كيتخلط مزيان. كنوليو نضيفو عليه الزيت وحنا دائما كنضربو، ومن بعد باقي المكونات فتابعوا معايا. غادي نديرو الخميره مع الدقيق، غادي نبقاو نحركو فحال هكذا حتى كنشربو الدقيق الخليط اللي عندنا ديال البيض والسكر والزيت. الملحة بطبيعة الحال غادي نديرو منها واحد نص معلقة صغيرة. هي الملحة كتجي لذيذة في الحلويات، ديما كنعملو منها بكمية باش يلاه ما كيجينا شي داك الزعوق هي الحلاوة خارجة كتير. والحليب غادي نبقاو نخلطو فيه حتى غادي يتشرب مع العجينة ويتمزج معاها مزيان. غتولي العجينه متوسطه الكثافه، ماشي ثقيله وماشي خفيفه، ماشي بحال الشكل ديال العجينه اللي كنكونوا محضرين بالزبده. عندي عجينه زوينه ملسه والكثافه ديالها كيف ما قلت متوسطه. غادي ندير لها الشكلاط، كنخلي غير واحد شويه بحال هكذا باش ملي كيطيب الكيك تنخرجو من الفران باقي سخون وتنرش عليه الشكلاط، كيدوب فوق منه وكنخليه حتى كيبس، يعني كيعاود يتجمد، لان هاد الشكلاط ما فيه شيء، سي با اون غاناش وانما شوكولا، من غادي يبرد غيولي عاود مقرمش. باش ديك الساعات ملي تيجمد تندير له المربى اولا لا كونفيتور، وعاد باش كنرشو برقائق اللوز. اذا صافي غادي نخلط لي بيبي ديال الشكلاط في اخر مرحله، وغادي نفرغ العجينه في القالب اللي غادي يطيب فيه. بالنسبه للطياب ديال الكيك سخنت الفران على درجه حراره 170. غادي ننزل الكيك كيطيب في الطبقه الاولى ديال الفران، غادي نخليه حتى كيطلع، كنكون مشعله غير الجهه التحتانيه، كنخليه حتى كيطلع وكيتنفخ مزيان، عاد باش كنشعلو له من الجهه الفوقانيه وصافي. وكنخليه حتى كينضج، تقريبا غادي ياخذ واحد 35 حتى 40 دقيقه. وكيف ما كنقول دائما بالنسبه للطياب ديال الحلوه، نتوما كتخليوكم حدا الفران ملي كتجربوا الحلوه لاول مره، من بعد كتبقاو معتمدين التوقيت اللي خدم منكم. الكيك ملي كيخرج من الفران كيكون باقي سخون، كندردر عليه الشكلاط باش يلاه كيف ما قلت لكم قبيله تيدوب هكذا يتحجر وكيعاود يقصح ملي تيبرد لو كيك. هذا مع المربى غادي يعطي لنا واحد اللذه وواحد النكهه رائعين. فغادي نفرغ لا كونفيتور، غادي نديرها على الوجه. هنا بالنسبه لا كونفيتور عندكم الاختيار، اما ديال البرتقال اللي كيتواتى بواحد الشكل كبير مع المذاق ديال الشكلاط، اولا كنديروا ديال المشماش حتى هو تيجي لذيذ بصراحه. هنا ما كنترددوش اننا نديروا المربى لانه لو كيك تيكون شويه ناشف، حنا دايرينو غير بالزيت ما دايرينوش بالزبده اللي غادي تعطي لنا داك الطراوه وداك الهشوشيه. هو لذيذ اكيد، ولكن ما كنترددوش اننا نفزقوه، نعطيوه المربى
باش يجي هكذا فازق ويجينا ملل ما يكون شيء ناشف. اخر لمسه لي زاموند افيلي كنديرهم من الفوق. هنايا لي زاموند افيلي اولا كاوكاو اولا اي حاجه لوز كونكاسي مثلا ولا قرقاع اللي كاين عندكم. انا هكذا وصلت للنهايه ديال التحضير ديال الوصفه، كنتمنى انكم تجربوها. اكيد كيف ما قلت لكم في الاول ديال الحلقه غادي تعتمدوها وتوليو دائما تديروها.